السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في فيتو مانجا كينغدوم. في هذه الحلقة صورنا عند نهاية كينغدوم الفصل 622. بما أني ماني حافظ الأرقام ما راح أطول في المقدمة، لذلك خلونا نبدأ. عرض رائع جدا من موقع علي إكسبرس، موقع مشهور جدا، تطبيقه موجود في مربع الوصف تحت. حمل التطبيق وشوف المنتجات الكثيرة جدا جدا جدا، ملابس، مجسمات، اكسسوارات، انمي، غير انمي. عرض رائع جدا خاص بقناة AI Show. تقدر تكتب الكود AI Show A Capital، لا تنسون الحرف الاول Capital A، لمدة شهر كامل حتى نهاية ديسمبر القادم. راح تحصل على خصم على اي طلبية $5 فما فوق. لما تحط الكود AI Show $4 خصم. وعرض خاص بموسم البلاك فرايدي، فترة البلاك فرايدي من 29 نوفمبر الى 3 ديسمبر، 5 ايام كاملة. اي طلبية $150 فما فوق راح تحصل عليها خصم $15. لا تفوتون الفرصة، الموقع مليان منتجات رهيبة جدا جدا. شيكوا على الموقع، استخدموا الكود واستمتعوا. فيتو مانجا كينغدوم. السؤال الأول عند عبد الجليل يقول لك: في حرب الإتلاف لو كان شين قائد الجيش الأيمن بدل موبو، هل كان يستطيع الانتصار على كانمي؟ رايت، سمع جوابك عبد الجليل. كم طب اللي شين يأسبني الإجابة. لو شين حاليا بقوة الحالية، شين بقوة الحالية هو قائد الجيش في حرب الإتلاف. أنا قاعد أعطيك الخيار، يلا روح بقوة الحالية حسب ما ظهر في آخر فصل. كان من جنرال عظيم مهما بلغ شين من قوة. لا أعتقد أنه ممكن يمكن ينتصر على كانمي، ولكن الاحتمالات كلها ترجح على فوز كانمي في هذه الحالة. قول متخيل. السؤال اللي بعده عند حوم يقول لك: باجيو في حالة الوحشية ضد هوكينج، من ينتصر؟ الأجوبة اليوم مرة كذا مولعة وفيها عاطفة ضد منطق، فأنت تحتار. لا أقدر أجاوب. إيه. خلص ولا ملص؟ لا اعتقد. الحمد لله ما سوى بس. الحمد لله ما سوى بس. يا اخي لا يا جماعه لكل معركه لها ظروف. اعتقد باجيو يستطيع هزيمه هوكين لو هوكين ما استطاع مسك باجيو. فاذا استطاع هوكين انه يمسك باجيو خلاص بتصير نهايته مثل نهايه كيوكاي. اذا ما مسكها يعني، وهذا شيء صعب. من بينتصر؟ خلصني، لا تقعد تتهرم الإجابة. من بينتصر؟ إجابتي واضحة. لا 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 انت جاسك ما مسكها، لا تحط احتمالات. من بينتصر؟ طيب انا حطيت الحين احتمالين. لا ما يمشي. طيب حطيت احتمالين، ما تعرضني. عندك فيتو قل. لا 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 هذا خلصت انا. خلصت يلا قول. انا قلت الحين اذا مسك باجو راح تكون نهاية باجو مثل نهاية كيوكاي، بيفوز اللي هو هوكين. وإذا صار العكس ما مسك باجيو زين راح ينتصر. إذا ما مسك باجيو راح ينتصر باجيو نفسه. فأنا برجح الشيء اللي أنا أبغاه، إنه ما راح يمسك باجيو، بيقعد باجيو يقطع فيه، في النهاية راح ينتصر باجيو. طيب أوكي أنا معك. أيوة سقيل كذا بوضوح، خلك واثق. أنت عرفتني يا جماعة. لا حد يلومه، أنا مريت في هذا الموضوع. طلعت الإجابة من هنا وهو قدر يطلع الإجابة. يعني أنا ما ودي، حتى ما أقدر، ما أقدر يعني. حتى فيتو ولا خلك ساكت. حتى بدت فيتو كذا صعب باجيو. ترى أنا يمكن أحب أكثر واحد فيهم يعني. أنا أكثر واحد مو بعشان باجيو. أنا لو حاط لي هيكي كان قلت هيكي. لا يا عد والله. السؤال اللي بعده لماجد يقول: لو تو لو أكمل تو قتال مع هوكين بعد قتل أوكي، هل كان يستطيع هزيمته؟ يا شيخ لا يشرح شاورما بعد هذا اللي باقي. فر 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 فر. إذا كان أوكي يقدر يهزم هوكين فتو يقدر يهزم هوكين. تو لا يقل عن هوكين في شيء. هوكين أنت معطينا أكبر من حجم أساس. إذا كان أوكي يقدر يهزم هوكين فتو يقدر يهزم هوكين. تو لا يقل عن أوكي بكثير. السؤال اللي بعده اللي انا ويقول لك: عطني من افضل جنرالات القائد اوسن. الافضل بينهم يعني، افضل واحد بينهم هم اربعة. يعني صراحة باس والله جديدة.
بس عبد الجليد نقول سهل. اكو احد غير اكو؟ ما في كلام، ما اكو احد غير اكو. ماكو ولا اكو؟ ماكو. اديته كذا بي بي اكو اكو كقوة، لان ماكو ما من وراء ماكو تكتيك. وشفنا صد ثلاثة جيوش لحاله، يعني كان فعلا بيصدها لولا انت دخل ريبوكو وغششه. اي غششه. انا ما اكو هو الاقوى والاكثر استراتيجيه، يكفي الذراع اوسن يعني قوه الحاله اصلا تخوله بانه يكون الاول. السؤال اللي بعده يعود لي بعد الباص ويقول باص يقول لك بما ان دولة تشاو كان لديها 3 جنرالات سماويين عظام ودولة تشين كان لديها 6 جنرالات سماويين عظام وكان في عددهم ما حد قدر يسقط الثاني، هل جنرالات تشاو الثلاثاء العظام اقوى بحكم انهم ضد 6 جنرالات عظام؟ وباص لدحوم. وحق دحوم يعني عارف الخبرة في الكينجدوم وكذا. يعني هو يقول لك 3 ضد 6 ف هو اصلا لو في التاريخ او لو صار هذا الشيء 3 ضد 6 مستحيل هذا يصمدون، مستحيل. ولكن الستة الملك يعني سوى النظام هذا كونه يبغى يوحد الصين، فالستة ما كانوا ابدا مع بعض في هجمة واحدة وفي حملة واحدة، فكان شيباشو تحت، هاكوكي بالنص، اوكاتسو يعني على اليسار، كيو على اليمين، ولا كانوا كلهم على طول جاوا في سنة واحدة، لا كانوا يعني كل 5-6 سنوات يطلع لك واحد جديد يمسك حملة ثانية، فكانوا متوزعين. قلت لكم يضبطكم ما سمعت. ونفس الشيء سماوات تشاو الثلاث ما كانوا كلهم في الشرق عند دولة تشين، كان واحد حامي الغرب، واحد حامي الشرق، واحد في المنتصف. الله على الإجابة الدبلوماسية. مثل مباراة كورة وتكتيكات. الله على الإجابة الدبلوماسية يا جماعة. أصبر بيجي عند حاتشي فهمه. اللي بيقول فيتو. أعتقد أبي عارضني على سالفة إنه مستحيل ينتصر. خلي يقول. قول تحول بداية. قول ما تخافش تحول. بيتو. طيب أنا بتكلم، بحاول أتكلم بإنصاف. طبعًا أنتوا عارفين مطبل دولة تشين. ولكن بحاول أتكلم بإنصاف. كون هنا في مو أطبل عفواً أتكلم بإنصاف. هنا كون في ثلاثة هنا فقل العدد ولكن زادت الجودة، هذا شيء طبيعي. أنا ما أقول لك إنه الثلاثة من هنا يسوون الستة من هنا، لأنه دولة تشين أقوى من دولة تشاو في ذلك الوقت. على الأقل في أيام الملك تشو كانت دولة تشين أقوى من دولة تشاو، ولكن كشخص لشخص شفنا ريمبا قاعد يواجهونه اثنين من بيتو. يا عمي توني بطق، يا عمي ايش فيك الله هداك مستعجل. يا عمي شوف الشخوط اللي على وجهه، تعرف ان اوكي شخط وجهه لما قال بس. يا عمي طير انت شيك، انت بصاحي انت. صحيح كلام دحوم كان منطقي وكان إجابة صحيحة أن الملك كان يبي واحد، فطبيعي أنه يكون عنده 6 جنرالات ولازم أنه يكونوا 6 كل واحد في منطقة، واحد يحمي الدولة، واحد يغزو هنا، واحد يغزو هناك. ما مرة قلنا ولا سمعنا قالوا أن في 3 جنرالات العظام تواجهوا مع 6 كذا على طول وجها لوجه وانتصروا 3. نعم ممكن يكون واحد هنا أقوى من يعني مثلا خوية أوكي اي يعني يسرقوا منها يمكن، بس ترى يعني اوكي وشنبات والله معليش والله معليش، ادري انك جلتش يا ريمبا، ادري انك جلتش وادري انه امورك طيب، لكن برضو يعني اذا مو حقين تشين اقوى بقول على الاقل ثلاثة منهم على الاقل يسوون ثلاثة على اقل تقدير، عشان ما تظلم كيو تقول ان ريمبا ممكن يكون اقوى منها. ترى يقول كنا نقاتل معها وكانت قتلاتنا مميتة، ما حد منا الأخير هو كنت ذبحها، فيعني هي دائما تكون أضعف، هي الأضعف بين الستة بالنسبة لي، بالنسبة لي هي الأضعف بين الستة، بس إنها still يعني أنا أقول لك على الأقل ثلاثة منهم إذا مو أقوى يكون على الأقل نفس القوة، على الأقل هذا أضعف الإيمان. السؤال اللي بعده يعود لي بعد الباص يقول لك هل أوسن عنده قوة جسدية مثل اللي عند ريبكو أم إنه مختص بالاستراتيجيات فقط؟ أنا أشوف وجهة نظر الشخصية في هذا الموضوع. تبي الباص أنت مستعد للبيت؟ شوف يعني القوة الجسدية البحتة ما أتوقع أن اللي هو أوسن عنده، بس ما هذا الشيء لا يعني إنه ضعيف ولا يعني إنه ما عنده قوة جسدية ولا إنه يقدر يقاتل. مستحيل تكون جنرال فيتو جاي طاير. الفيتو حسب الداتا بوك اللي اظهرها الكاتب اوريدي اوسن اعلى من ريبكو في القوه الجسديه، في القوه
ريبوكو ماخذ 91 ووزن ماخذ 93. هذا من الكاتب قبل حتى لا يتقاتلون، قبل حتى لا يظهر لنا أي شيء. أيضا نقطة ثانية وإضافية، ريبوكو يقاتل بالسيف، أوسن يقاتل بالمطرد، يعني إن عند القوة الجسدية إنه يستخدم ويضرب بالمطرد. شين بعد ما وصل 91 قوته استخدم المطرد مباشرة، يعني ريبوكو لسه ما استخدم. نعم أوسن يعتمد على استراتيجيات أكثر، ما حد يختلف هذا الشيء، ولكن لو احتاج القوة زي ما شاف اثنين اللي جواه ما صار زي ريبوكو واقف ينتظر الربع يدفع عنه، بنفسه مسك المطرد وقص. واللي بيجيب لي مثال ريبوكو يوم هجم على ماكو فهو هجم بمباغته وليس اصطدام قتال مباشر، الهجوم المباغت لكن الأفضلية. ما بقول غدر لأن في الحرب ما في غدر، بقول مباغتة، هو باغت ماكو وبذكاء ويحق للمباغتة في الحرب. أنا أقول ريبوكو يحق للي سواه ولكن ليس دليل وإثبات القوة. ترى السؤال ما كان يقول لك ريبوكو ولا أوسن، قال عند ريبوكو مثل اللي عند ريبوكو، فانا قاعد ايد وانا رد. ومشكله قال يا اخي قلت فيتو كيف يقول لي انا بي شو صار في حرب ما في غدر؟ كيف صار الحرب ما في غدر؟ الحرب خدعه وريبوكو اللي سواه ما شبه غدر، شوف الذكاء الله والله انا غير ذا الكلام في الانطباعات، حتى ايش فيك في الانطباعات غيرها في الانطباع، ارجع الانطباع هذيك الحلقه واسمع لي قلتها. لا لا انا عادي دام انك انت غيرت رايك. لا ما غيرت، قلتها في الانطباع عن ريبوكو ما عمري لا ريبوكو اوكي في غدر سهم الغدر لازلت. انا اتكلم على انطباع ماكو، ماكو انا اتكلم على ماكو، انا ما اتكلم عن اوكي. اي لا اوكي خلاص طيب ضاعت الهم، صافي لبن صافي لبن. والان ننتقل لاسئله الداعمين. باتريون اللي تبي سؤالك يطلع فور شور في مانجا كينجدوم، كل ما عليك ان تدعم 10 دولار وترسل رساله فيها تقول سؤالك ويقرا سؤالك على طول لنا. مانجا كينجدوم ما في الا ناس قليل يدعمون، ما تحبون مانجا كينجدوم دعموا يا اخي كينجدوم. ايش في شباب ولا ايش في كلام؟ ما عندنا سؤال واحد، ون بيس 20 سؤال وهنا ما في الا سؤال واحد. ترى يطلع سؤالك اكيد هذا ما يحتاج. طيب سؤال من حبيبنا غازي، والسؤال موجه لعبد الجليل لانه اول واحد يقول لو شين قاتل هوكينج قاتل. السؤال يقول لك لو شين هل من ممكن يترقى رتبتين يعني يصبح جنرال عظيم، لانه شفنا من قبل قد ترقى رتبتين من قائد 3000 الى قائد 5000. لا اعتقد ان هذا سوف يحصل، لانه اوهن كان سيترقى الى جنرال ولكن تو قرر انه يرقيه الى قائد 5000 لانه يحتاج خبره كقائد 5000 رجل حتى يصبح جنرال، فما بالك بالترقيه من جنرال الى جنرال عظيم. في جنرالات قعدوا سنوات وهم جنرالات لازم يحققون انجازات على مدى واسع حتى يصبحوا جنرال جدا عظيم. جميل جدا، شكرا، جميل جدا. قناعه يا اخي انت جيت تمشي ينبع خلاص ضبطت امورك. اي شكرا. السؤال اللي بعده دحوم يقول لك يا ابو دحم في هذا الارك اعطني اعظم صدمه صدمتك في هذا الارك من بدا لحد الحين لين اخر فصل نزل في الارك هذا فقط. ستيل الله الله على التوقيت. تبى تسوي باص؟ لا 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 خلاص راح ستيل راح ستيل عطني. أبدأ من إيش ولا من إيش؟ صدمة واحدة ما نبي أكثر من واحدة. أبغى واحدة بس؟ واحدة بس والأعظم. نبي الأكبر. الأعظم. عشان كده ما فيني أفكر صراحة. والله. هيك يكتر روزة. أكبر صدمة. أنا قلت بشكل هزلي مرة إنه حتى لو هيك يكتر روزة ما راح أرضى عليه. لكنه قتل روز ورضيت عليه. كانت صادمة بالنسبة لي. برافو برافو أنا طلعت أنا عيد. السؤال اللي بعده لمايد يقول لك السؤال يا أخويا، من كان سينتصر في حرب الإتلاف إذا بدلنا بين كانمي وموبو؟ يعني صار هذا مع ذي وهذا مع ذي، يعني العكس موبو صار في الجولة الثانية، هل بينتصر دولة تشين أم الحرب الإتلاف؟ يعني ستيل شكرا لك ريحتني انك مسوي باص. لو مو لو 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 كانمي موجود بدولة تشين اي موبو هناك والله لا كانمي يصرقع راس موبو، يعني خليه رجال، اي خليه رجال خليه راسه بطيخ. لا فعلا كانمي كان في وقتها اقوى من موبو، واللي خلي قوته تتأجج انه كونها شخص بيدافع عن مملكته صحيح، فتطلع القوة الغاشمة حقت كانمي خصوصا صحيح. انه الشخص ذاك بيجيه مهايط ايه، مو بيقول انا اقوى منكم انتم حثالة بدولة التشين وانتم وانتم، فانا اشوف كانمي طبعا انا ما حد كانمي، ولكن
بيكون في صف دولة تشين، واللي في صف دولة تشين غالبا راح يكون. تخيل تخيل مو حسن، يويلك والله مو ابو حسن جحدنا وصار مع دولة تشو كيف. احنا مع احنا مع تشين، فانا اشوف كان راح ينتصر. تخيل عاد كامي راح في معركة بايو مع اوكي، شوف الخبرة اللي اكتسبها موبو هناك لسه ما صلح. بس معلومة ترى موبو شد حيلة عشان ولده مو عشان دولته، وهذا هذا بعد حاجة أججت مشاعر موبو. سؤال اللي بعد اللي أنا يقول لك، لو كان أوكي حي وهو المكلف بالحملة على تشو، هل سيستعين، هل سيتبع خطة شو هيكن؟ سيتبع. هل سيتبع خطة شو هيكن وغار على جيو زي ما عمل أوزن، أو راح يحط خطة أخرى أعظم؟ وباس لماجد، ابي اسمع الجواب من ماجد يا شيخ. ما عندك باس، ما عندك باس، ما عندك باس، ما عندك باس. القوا 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 الا فلوله مستخدمين باس. اقعد مشكله انت تسوي ستيل، انت تسوي ستيل، مستحيل تسوي ستيل. تسبب على ماجد. يلا طيب. بالنسبه لي اشوف يعني لو كان اوكي موجود، انا اشوف صراحه حقيقه من وجهه نظري ان اوسن في الذكاء افضل من اللي هو اوكي. ف يعني كجنرال متكامل، كجنرال متكامل اوكي افضل، نعم كقوه جسديه كتحميس الجيش ومن الامور دي كلها، لكن كخطط عسكريه اشوف اوسن يتفوق على اللي هو اوكي. ف ما اتوقع يحط خطه افضل منها. هل بيسوي خطه؟ لا ما بيسوي، بيسوي خطه ثانيه بس ممكن انه يسقط جيو. يعني ماني ضد انه يسقط جيو، لكن مستحيل يتفوق خطته على خطته اوكي على اوسن. اشوف يعني اشوف اوسن هو اذكى. ريسبكت. لكن يستخدم القوه الغاشمه عشان ينتصر. نعم ممكن يعني، بس انه يفكر بالخطه ذيك، يفكر فيها جنائي نقطه على السطر. اوكي تمام. قال اللي بعده عند عبد الجليل يقول لك، من هو الجنرال صاحب اكبر فضل في قاف جيش الاتلاف؟ جاوب بحذر. واو ستيل. اوكي ما دام انك ما جاوبت خلنا نسوي. ريحني. قد ينصدم البعض ويتوقع اني راح اطبل وبقول اوسن، ولكن الحقيقه كلا، صاحب افضل واقوى وهو اللي عطوه اعلى مكافاه وقال هو اعلى انجاز موبو في هزيمته لكنمي. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. جيش دولة تشو كان هو الأكبر عددا والأقوى جنرالات، وكان ميكا جنرال كان ما في أحد يقدر يتصدى له. يعني كان ممكن في أحد يسوي الدور اللي سواه أوسن، كان في أحد ممكن يسوي الدور اللي سواه شين، كان في ممكن أحد يسوي الدور اللي سواه دوقيو، ولكن الدور اللي سواه موبو ما كان في أحد يقدر يسوي غيره. هو صاحب الفضل الأكبر في هذه الحملة. يوسفني قال ذلك، لكن هذه الحقيقة. ليش يوسفك يا أخي؟ أنت منطقي. أدري بس أنا كنت بقول أوسن. فيتو. أفا. جولدن. جولدن. أنت سوستيل. إيه. قول جولدن. جولدن فيتو لعيون الدوقة هو يا بوي، وهو اللي كان له الفضل الأكبر في هذا المعركة لسببين. الأول رفع المعنويات في بداية المعركة، والكل كان متحطم، الكل كان متدمر نفسيا، انك تصير تهجم وانت يا شيخ هذه مستحيل جنرال يسويها، هذه مستحيل جنرال يسويها غير الدقهيوم. والشغل الثاني الوحيد اللي قدر يلاحظ اللي هو ريبوكو، وقاعد يهرب ورجع وقف هجمة ريبوكو ايضا، ورجاله ساندوه في ايقاف ريبوكو من قبل. فانا اشوف الدقهيو يستحق هذا اللقب ويستحق يكون هو الجنرال الاكثر تأثيرا معنا. الجنرالات كلهم على فكرة كان لهم تأثير قوي، كلهم بلا استثناء، حتى شو هيكن، حتى اللي مات ذاك اللي كان يتخانق مع كانكي، كانكي، كلهم كلهم بلا استثناء، موجو موبو كلهم بلا استثناء كانوا لهم فضل. لكن أشوف دوق هيوم قنعة قنعة جابك منطق يا أستاذ. والله العاطفة هيوم. العاطفة لا منطقية، منطقية مش عاطفية، منطقية. عشاق دوق هيوم. ريسبكت ريسبكت يا أخي. السؤال اللي بعده عند عبد الرحمن يقول لك، يا عبد الرحمن، هل شو هيكن اقوى واذكى شخص في القصه حاليا على الكلام اللي قال عنه، ولا اذا لا من هو حاليا؟ بس اعتقد السؤال فيه لخبطه، فبعطيه ماجد عشان يصحح اللخبطه. اوكي، لانه في السؤال ترى قاعد يقول الاقوى والاذكى اثنين مع بعض، اثنين مع بعض، ما قال القوه الحاله ولا قال الذكاء الحالة، ركز قال على حاليا. أيوه. في الوقت الحالي وعلى اللي ظهر حتى الان. نعم هو قاعد يدمج الاثنين والميتين جناين. ايه
يؤسفني قول ذلك، ولكن إذا تبي هذه الصفة فهي فلن تعطى لكارن للأسف. هذه الحقيقة، كارن هي الأقوى والأذكى حاليا لأنها موجودة في أرض المعركة. شوهيكن قالوا أنه في السابق في مقارب في قوته لموبو، فلهذا السبب كنت بقول نعم شوهيكن هو الأقوى والأذكى. بيدو وين راح جلتش ريمبا؟ هذا هو اللي أنا كنت راح وين راح جلتش ريمبا؟ هذا اللي انا كنت راح اقوله والله. جنرال متكامل، الجنرال متكامل من الذكاء من القوه من الغريزه من كل حاجه لا يهبى. ريمبا هو الاقوى والاذكى اللي موجود حاليا من القصه هذا اللي اشوفه هو اللي هذا هذا يجملني عشان بكره بساف والله ما هو يجملني يجملني عشان هذا محب كرن اعترف هذا الشيء ولا نسيت ريمبا انت فيتو نايس. هو قال اثنين يعني يختم الذكاء ويختم القوة. ريمبا ذكي ما عاد يختلف على ذكاء ريمبا، ولكن لا يصل بمستوى الذكاء اللي كارن وشوهيكن وأوسن وريبوكا هم الأذكى بالنسبة للأربعة ذي هم الأذكى. فإذا أنا بقارن الذكاء لأنه بدأ بالذكاء والقوة فبقول نعم بالذكاء والقوة كارن هو هي الأعلى من هذا المستوى كان مستوى بيتو. أيوة يلا ده حمرة في خاطري واجد جلتش. يعني في خاطري واجد في خاطري أقول أوسن في خاطري أقول أحب يقول لك ريبوكو تانو جات في خاطري تانو، ولكن فعلا فعلا عشان أكون منصف جلتش ريمبا ترى ما سميناه جلتش بس عشان إنه يدخل أي معركة وزي الأهبل يركض ويجلد، لا لأنه في الداتا بوك هو أعلى تقييم ك توتال النقاط هو أعلى شخص في كينغدوم كذكاء ما حد أفضل منه كغريزة في أفضل منه لكن يعتبر غريزة يعني أسطورية سؤال ما هو بذاكرة كقوة ما حد يختلف عليه فكيف كارين اللي قاعدة تلعب لعبتها السياسية هذه تكون أفضل من ريمبا اللي قاعد في أرض المعركة يحارب جنرالات عظماء مثل أوكي وأوكاتسو أو أوكي وهاكوكي خبرة تفرق الخبرة فحاليا حاليا أكيد ريمبا ولا ما اعترفت فيه دولة تشو قالت لا تعال حبيبي نعم كلام منطقي منطق. أخ أخ والله معليش عبد الجليل بس قريتش أنا أتفق معاك أنا أخ. والله كلام كبير أنا اختلفت أنا قاعد أقول يجاملين يا رجال إيه حاسس إنك بتروح خلاص أنا ممكن مستقبل يكون كلامه صحيح لكن حاليا والله معليش ريمبا صح صح السؤال اللي بعده عند حمي عود لا بعد الباس بما أن الاستراتيجي عدو اللدود هو الغرائزي لذلك سؤال افتراضي افتراضي حط خطين تحت افتراضي يا جماعة الخير لو حصل حرب وكان جنرالهم أوسن بجيش قوامه 125,000 ضد الدوقهيو بجيش قوامه 110,000 من المنتصر؟ والله سؤال صعب تنتهي تعالي هذا هروب قالك من المنتصر من المنتصر لازم قالك بيضل أوسن سؤال افتراضي لازم تجاوب لازم تجاوب من المنتصر بيضل أوسن يهرب والدوق بداري عملين بيشوف بيطفش الدوق بعدين بيطلع مثل ما تقاتل كيشا والدوق هيو ما كانت فيها نهاية كان في تعادل كان فيها نهاية لأن الدوق هيو طلع يلحق ريبوكو لو مستمر كان فيه محب يصير منتصر عد من المنتصر لا تتهرب لا تهرب اخلص قال لك رجال من المنتصر ما قال لك هذا التعادل 125,000 فرق بينهم 15 والله تخسي الدق هي كفو فيتو اعطي فيتو واحد ثاني استراتيجي نعم الدق هي وانت مغمض ولكن اوسن عنده غريزه يا جماعه الخير فيتو عنده غريزه صح اعطي أوسن مو 125 عطي 10 أضعاف المية وعشرة راح يتعادل خلي هذا الانسحاب لكن حاليا أنا ماني عارف ليه 125 يعني ليه مو 120 ليه ما تخليه 130 ليش يبي الفرق 15,000 يعني على على كلين أنا يعني فرق يقول لك معقول 15,000 ما راح تسوي شيء لأوسن قدامه الدوق هيو أهم شيء قدامه تمام الدوق هيو راح يهزم أوسن جولدن فيتو ما هو جولدن صار ما هو جولدن بل هو جولدن فيتو ما بعد اللمبات من بعده ولا عندي مانع لعيونك يا أوسن 10,000 تفرق لأن شويكن قال من تصير المعركة 10,000 فما فوق فهي استراتيجيات فاستراتيجيات فاستراتيجيات ما حد يختلف على أن أوسن بنفسه معترف أن الدوقي هو أبو الغريزة كلها هو عم الغريزة كلها ولكن الدوقي هو في الاستراتيجيات صفر
صفر يا جماعة الخير. أوسن عنده استراتيجيات فول أوبشن وعنده غريزة. فالمنطق إذا الفارق مجرد 15,000 زي ما هو في السؤال، أوسن 10,000 تفرق معاه زي ما قال شوية، كما بالك ب 15. فأنت مغمض، أوسن راح ينتصر بالاستراتيجية مع الغريزة. اثنين اثنين زائد واحد، اثنين واحد زائد واحد يصير اثنين، أقوى من واحد. معادلة رياضية بسيطة يا جماعة الخير. انتهي من الموضوع. مع كامل حبي واحترامي للدقيق. واضح ما تحب الدقيق. لأن لو قلنا إنه استخدم الغريزة، الدقيق هو استخدم الغريزة، أوسن بيستخدم الغريزة وبيقرأ هجومه الغرائزي. ما راح يقدر يقرأ كله، بس بيقرأ ويرد عليه بالاستراتيجيات. شفني مثال على هذا الشيء يوم جيو إن كان عنده شوية استراتيجيات وغريزة، شلون بهدل كريوتي اللي ما كان عندها أي استراتيجيات. ولكن يوم جيشين الغرائزي بالكاد كان يجاريه لأنه عنده غريزة وده غريزة، بس ذاك عنده استراتيجيات وده ما عنده غريزة. تعال الموضوع. سؤال اللي بعد اللي ماجد يقول لك، لو كان أوكي في حرب تشاو في كم يوم راح تسقط؟ مع العلم أن أوسن معها، يعني أن أوكي والقائد أوسن موجود. بما أن أوكي راح يعتمد على خطط أوسن، فيعني تسقط في 4 أيام. أشواء في 4 أيام أشواء راح تسقط جيو في يد أوكي وأوسن. السؤال اللي بعده اللي أنا يقول لك، هل تتوقع ظهور قوة غير الغريزة؟ أنا ما أدري أنت تقصد، هل أنت تقصد عند تشين مثلاً ولا عند غير؟ لأن غيره في عندهم قوة غير الغريزة، بس لكن تقصد تشين؟ نعم، احتمال في عنده قدرة ثانية غير الغريزة تستيقظ عنده في المستقبل. وش هي؟ I don't know. أوكي. تبي يعني استراتيجية؟ أنا بعيد عن الاستراتيجية، يعني إحنا شفنا عنده القوة عنده الغريزة حاليا، فما أدري إنك تصير عنده ثلاثة، ما أدري والله. السؤال اللي بعده عند عبد الجليل في اللفة الأخيرة يقول لك، شين يهدف لأن يصبح أعظم جنرال، موبو يهدف ليصبح الأقوى في الصين، هل سيكون شين أقوى من موبو في مواجهة واحد لواحد مستقبلا؟ نعم، هذا ما يجب أن يحدث مستقبلا. شين سيكون أقوى من موبو، كانمي كيوين رينبا جسديا سيكون الأعظم شين. نايس نايس. وربما في المستقبل القريب أيضا. الله الله الله، يلا مطفلين شين احنا مستقبل. ربما بعد سنة، بعد أقل من سنة، ربما بعد 6 شهور. ما هو صاقع بيتم على أسف. أنا ما أقدر شينا، ما أقدر عليه. بس زين أنت اللي ما أقدر عليه. السؤال اللي بعده عند حوم يقول لك، بشكل عام هل يوجد شيء اسمه غدر؟ وهل يقلل من قيمة الشخص إذا عمل خطة عظيمة أدت إلى الغدر؟ باس عبد الجليل. كنت أبغى ماجد يا أخي. لا ماجد بساعة شو اسمه يقول ما في غدر. في إذا بدت المعركة وصاروا الطرفين في حالة حرب، لا يوجد شيء اسمه غدر في مانجا كينغدوم. لا تطرفيني، ما عندي شيء أنا. شو يعني ما فهمت؟ ما أدري حتى ما فهمت. لا كانوا الخصمين موجودين في حالة حرب، أنا عارف إنه هذا عدوي، أنا عارف إني أنا داخل حرب، خلاص ما في شيء اسمه غدر. هذا الكلام بيدو. أريتو. شوف يا صاحبي ويا أصحابي ويا أعزائي جميعكم، إنكم على رأسي وعلى قلبي جميعكم، لكن الحق والحق يقال، إذا كان في شخصين يتقاتلون واحد ضد واحد في معركة وكل الناس، خصوصا لما يتلاقى جنرالين، يعني خصوصا لما يتلاقى جنرالين خاص كده ومعروف أنه واحد ضد واحد، مفروض ما في أحد يتدخل. هل الغدر يعني شيء يلام عليه الشخص؟ لا، ما حد يلومك يا غدرت، لأن أنت حاط معركة كاملة، تصرف ريبوكو اللي كلنا زعلان منه، هذا شيء يخليني أكره ريبوكو، نعم، لكن مو معناته أن تصرفه خاطئ. المعركة اللي انتصار فيها هو الشيء اللي يهم، بغض النظر أنت غدرت ما غدرت، أنا أهم شيء أفوز في دولتي. بس الغدر يعتبر غدر لما يكون شخص يتقاتل مع شخص يجي واحد بيتو. خلصنا انا وانت يا اخوي، خلاص. طبعا ليس دفاعا عن مثل ريبوكو، ولكن بما انه ضرب المثال هذا، فانا بقول انه ما في حكايه احنا دخلنا جيش في جيش، اذا اثنين تقاتلوا مع بعض هذا قتالهم وسط هذه المعركه، يعتبر قتال زي اي قتال. اذا انت بتغدر في شخص لازم انت يا اوكي تجيب اشخاص يدفعون عنك من الاشخاص. اخلص من اول يا عمي. ما انا ما ابي اعرض على كلامكم،
لكن ابي ارد على السؤال كلامكم كله برا سؤال. يقول لك بكل بساطة هل يوجد شيء اسمه غدر في حرب؟ أكيد في حقبة الممالك المتحاربة كلهم في حرب. أول ما يطلع حملة دولة تشين على دولة تشو على طول دولة تشو تدخل، خصوصا في حالة أنهم كانوا متحالفين، فهذه هذا يسمى غدر. فطبيعي في حالة الحروب في حاجة اسمها غدر. الله أكبر عليك. ما أبغى أتطرق لموضوع أوكي وريبوكو، هل هذا سهم جا غدر، هل هذا انضرب من وراء، هل مدري إيه. صح مثال إبراهيم، رجل لرجل رجل لرجل، المفروض ما حد يدخل، خصوصا ان هم عندهم ذيك الفتره الجنرال لصدم قدام الجنرال هنا اثبات قوه، من افضل انا ولا انا، انا ولا انت. فلذلك اصلا الجنود يطلعون، الله اكبر عليك، ينتظرون بسبكت. ولا كان من اول كلهم نزلوا تنمي وموبو قتال او معركه الاقوى رجل في الصين، الكل قاعد يطالع وهم قاعد يطلعون يموتون. ف موضوع الغادر كانت كارين تبغى تغدر في موبو، فهم كيف؟ نفس الشيء. لا مو عيب، هذا شيء مو عيب، لكن غدر شيء موجود في الفيلم. يس يس اتفق اتفق. نعم جولدن بي 2 توقعت والله توقعت. السؤال يقول بالصيغه كما هو، هل يوجد شيء اسمه غدر في الحرب؟ وهل يقلل ذلك من قيمه الشخص اذا عمل خطه فيها غدر او ادت الى غدر؟ الغدر يكون في الميثاق، إذا كان بيني وبينك ميثاق وأنا خنت هذا الميثاق، يقدر عبد الرحمن يضرب المثل اللي يقول فيه إنه ريبك وهاجم وقت ما كان متحالف مع شين، هذا غدر. لكن بدأت الحرب خلاص، أنت في حرب، جيش قدامك، أنت عارف إنه هذا الجيش جايك وأنت مقابله، ما في شيء اسمه غدر. غدر جاناي، نقطة نهاية الصف. خلوص اللي ينفعك وجهة نظر يعني، صح لعيون أوسن. السؤال اللي بعده عند عبد الرحمن وهو سؤال حساس جدا، لا. هل تتوقع أن كنكي هو أبو تشين؟ لا لا يخسي حساس، أنا أشكال أبو تشين خسي يعني. كفو طبعاً أنا تحمست على فرضية أن أبوه لص وما يعرفه من أبوه، فا مين أبوه؟ اللي هو يعني كنكي. لا 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 مرة يعني، لا لا بعيد عنه كلش مرة، كان بيقص راسه تقولي. لا مستحيل مستحيل كنكي أبو تشين. والله سؤال شاطح بس حبينا نقرأ لكم. سؤال لماجد يقول موغو والجيش اللي هم أوسن وكينكي ضد أوكي والجيش اللي هم تو باقي قادة، من ينتصر يا موغو؟ أوكي أنت مغمض يا أوكي ينتصر وبكل ثقة وقوة على أوسن وكينكي وموغو، ما بيقدرون ينتصرون عليه، خصوصاً حسب شرط أن يعني الأعداد متساوية، ولا إذا الأعداد متساوية وأنت مغمض، ويعني تو وعندك ست تجارات حقا أو كيلا يا عمي، لا ينتصرون بكل أريحية بها. السؤال الأخير وأنت تقدر تقول شيء غير صح، ترى كان في ستيل ما حبكم استخدم ستيل، كلنا استخدم ستيل إلا أنت. وهنجي السؤال عندك، من عندك ستيل خلاص ما عليك، ما نسيت أنا والله بدك تسوي لي باس ستيل، على الأقل أنا باقي لي باس ما استخدمته، انا ما استخدمت لباس، وانا ما استخدمت لباس، ليش جاوبت هذا السؤال؟ ايش مسيت لباس؟ يلا ما عليك خلاص. السؤال اللي بعده لي انا والسؤال الاخير في هذه الحلقه يقول لك، هل ريبكو بعد خسارته من اوسن في مع حرب الجيو راح يكبر حقد على دوله تشين وممكن يتحالف مع كارين ودوله اللي هو اسمها تشو؟ طبعا وجهه نظري الشخصيه في هذا الموضوع على السؤال هذا نعم بيحقد اكثر واكثر. أنا أيد نظرية ماجد أن الملك يموت ويقدر يستخدم الجيش الملكي اللي عنده عشان يقضي على أو يصمد قدام دولة تشين، دولة تشو أو دولة كارين، مع صح ماني محفظ أسماء المناطق هذه، هي الخصم النهائي لدولة تشين، فما راح تدخل في هذه الحرب اللي بين هالدولتين، وليس من صلاحتنا تدخل، يمكن تخطط أساسا تكبر حدودها أكثر وأكثر، لأن تشوف دولة تشين قاعد تمشي، ممكن حتى هي تمشي وتكبر حدود أكثر وأكثر عشان تصير صدام في الأخير. أنا في بعض أتوقع يعني في حرب أو في حرب توحيد ذا يعني في بعض الدول الدويلات الصغيرة هذه يعني مو يطيحونها تشين، يطيحونها أي كارن طيحها وتمشي لأن تكبر، فتستغل أساساً الوقت اللي دولة ذي كانوا يتحاربون إنهم يكبرون مجالها. في الأخير جولدن فيتو عنده جولدن، عنده فيتو عنده جولدن، بس وطق جولدن عشان سراقهم كذا صحيح. عندي فيتو عندك حط الرياح حق اليابان حط ربع بعد عشان الجولدن تفضل يلا قول. هل ريبوكو راح يتحالف
لا خسر طبعا بعد خساره من اوسن ايه. بيزيد حق ده مثل ما حقد قبل هذا متوقع عليه مثل ما حقد على كل 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 حاجه من طبعا على الدنيا وحاقد على ريوفي فالحق بيزيد هل بيتحالف مع دولة كارين؟ طبعا مو شرط يطلع من دولة تشاو يقول لك تحالف يعني كذا تعالوا الفزع يا جماعة الخير مثل ما فزعوا قبل دولة تشوف زعت وانقذت كانتان يوم ملك شو كان يبغى يحتل دولة تشاو فممكن يصير هذا الشيء ولكن ريبوكو اصلا ما عنده وقت لانه خلاص وصل جيو على طول عند كانتان وما على فرضية ممكن في شخص بيقول لنا ريبوكو ممكن يطلع مثل الهوريمبا مستحيل يطلع لأنه موالي جدا للدولة فراح يتم إلى آخر رمى راح يتم لين يموت أنا أعتقد في النهاية ما راح تنقذ كارين ما راح يتحارب مع دولة تشو وفي النهاية راح يجي شين يشيل راسه مثل ما وعده نعم هو ده الكلام هو ده الكلام ما عرفت طيب انت بس لازم اي لازم نقول جولدن عشان يضيف عشان يضيف تقدر تضيف بدون اجاوب الاضافة بالجولدن اقوى سمحت عندي جولدن كذا كنا وصلنا لنهاية الحلقة أتمنى نكون نالت على إعجابكم وما طولنا عليكم في الختام قول معاي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا تنسوا الاشتراك في القناة لايك والشير ونشوفكم على خير اشتركوا